صار لنا زمان والله، يعني فوق العشر سنين. 15 سنة تقريبا من أنا وصغير. سنين لما فتح المحل بيجي بنطر المناطرة لأجي آخر حلو مع السلطة. كل عمري بيكون عند السلطة، أنا ابن المنطقة من قبل ما يفتح هون كان على ساحة أبو شاكر. صار لنا شيء 10 سنين. من عين مريسة. ايه اكيد طريق جديد. من خلدة. برجع بحيدة. عين رمانة. كل شيء من حلوياته طيبة، يعني أنا محب بس حبيبة الصفوف أكثر شيء. لا المد بقشطة مع فستق هو لا يقل عليه، يعني نمبر وان عنده. شعيبيات والله زنود الست طيبين عنده. ايه كل شيء حلوياته لا يعلى عليه، وخاصة بشهر رمضان أكثر شيء بحب المشكل العربي. أنا بحب الأسمنلية بصراحة. كل شيء منوع عنده كويس. يمكن كريم بالبضاعة وطيب وبعده على نفس المبدأ. طعمي وقت ما تعرفت عليه. ليه انت ضايبة؟ عنده قصص مختلفة عن غيره، خاصة المد بقشطة. بيقصدوه أكثر شيء من ألمانيا، ببعثها لأخواتي لأهلي بألمانيا. ببضاعته بأشغاله بكل شيء، طعمة الحلا عنده قرشة. سبحان الله مثل ما بقولوا بتجي بترتاح عنده، يعني كل عمره لقمته طيبة، زلمة كريم بخاف الله وحق الله بيشتغل. ماشي حلوياته ما حدا بيعمل مثله.